مكابد الإيمان قد جاءت هنا. أتلو كتاب الله في إتقاني. مكابد الإيمان قد جاءت هنا. أتلو كتاب الله في إتقاني. كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن. كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن. تدعو إلى الإيمان بالرحمن. الله يا الله. الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. لرحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا. المسابقاتية يأتيكم من الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سمارة اف ام مع الإعلامي عبد الخالق محمد مالك. يرافقه فضيلة الشيخ الحافظ أحمد سليمان المضوني. رحاب القرآن الكريم. هذا البرنامج برعاية شركة القرماني للصرافة والتحويلات. ويسألونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تذبل الروح سامعين الكرام ما لم تسقى من نبي القرآن، وتشيخ ما لم يسجد صاحبها بين يدي بار الأكوان. فكم من جسد معافى تسكنه روح مريضة، وكم أثقلت الهموم أجساد قوم أضخموا بطونهم وغفلوا عن زاد أرواحه. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمال والخلال، ولا تغني إذا حسنت وجوه وفي الأجساد أرواح ثقال. جناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. جناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا الكرام. ها نحن من جديد في حلقة قرآنية متجددة، نلتقي بكم على مائدة القرآن ونحلق معكم في فضاءات الإيمان. أحييكم بكثير من الوجد والشوق، وأرحب بكم من منبر تاسع حلقاتنا من برنامجكم الرمضاني المسابقاتي أو عاشري محمد في عشر عاشر. إذن من عاشر حلقاتنا من برنامجكم الرمضاني المسابقاتي في رحاب القرآن الكريم الذي يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك على إذاعة سمارة اف ام 100.3 وبرعاية كريمة من شركة القرماني للصرافة والتحويلات. كتاب الله في إتقاني. كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن. كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن.
إذن سامعين الكرام، سأكون معكم أنا إعدادا وتقديما عبد الخالق محمد مالك، ومن الهندسة الصوتية تحياتنا للمخرج المايسترو محمد علي تيسير، ومن الإشراف العام الأستاذ وليد الضيفي. ولا ننسى أن نرحب باسمي وباسمكم سامعين الكرام بفضيلة الشيخ الذي يرافقني في الاستديو أساس وعمدة وركن هذا البرنامج، الشيخ الحافظ أحمد المضوني القارئ الرسمي لإذاعة سمار اف ام. مرحبا بك يا شيخ في رحاب القرآن الكريم. مرحبا بكم جميعا. أهلا يا شيخ. إذن كما عودنا المستمعين في بداية كل حلقة آيات من الذكر الحكيم نسمعها منك. اليوم ما بنحدد؟ نحدد اليوم مقام البيات. مقام البيات، المقام طبعا الخاص بالقصص القرآني، يتناسب مع القصص القرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. جزيت خيرا شيخنا القدير أحمد المضوني. إذن سامعينا الكرام، وكما عودناكم في بداية كل حلقة تذكير بسيط بفقرات البرنامج. البرنامج مقسم إلى فقرتين. الفقرة الأولى يا محمد الاستماع لتلاوتكم المباركة وتقييمها من الشيخ، والفقرة الثانية أسباب النزول ومواضع الصور. بتكون الأسئلة مباشرة وفي وقت محدد يا شيخ، بيتم تغيير النظام من هذه الحلقة يا محمد. ولا ننسى الراعي الرسمي لهذه الحلقة شركة القرماني لصرافة والتحويلات، ونستقبل أول مكالمة في يومنا هذا. نقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليكم بالخير والبركات. جميل، إن شاء الله. عرفونا عنكم. إجلال نبيل عبد المجيد عبد الرزاق. إجلال نبيل عبد المجيد عبد الرزاق. عبد المجيد عبد الرزاق. يا إجلال، من أنسى تقرأين اليوم؟ سورة القارعة إن شاء الله. سورة القارعة. إذن توكلي على الله واستعيذي من الشيطان وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القارعة. البسملة يا إجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك لاهية؟ نار نار حامية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا جلال. أيوه. المبثوث، الباء مقلقلة.
الباء مقلقلة. الباء قلقلة. نعم. موازينه أو موازينه؟ موازينه. أنت قلت إيش؟ موازينه. وأما من خفت موازينه. طيب إن شاء الله تتدربي أكثر لإتقان نطق الكلمات، بارك الله فيك. إن شاء الله. إذن بالتوفيق يا إجلال، ونستقبل اتصال آخر ونقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، رمضان كريم وكل عام أنت بخير. علينا وعليكم إن شاء الله. عرفنا عليك. بهاء الدين مهدي محمد قائد الأحمدي. بهاء الدين، كنت معنا في حلقة سابقة صح؟ لا، أول مرة. أول مرة، هذا الاسم كأنه لا. الأحمدي هم، أنت من جامع الواقدي؟ نعم، من جامع الواقدي. أي لجامع الواقدي، أكثرهم أحمدي الاسم. أها. إذن نعم. بهاء الدين مهدي محمد. مهدي محمد قائد الأحمدي. الأحمدي، كم تحفظ يا بهاء؟ الحمد لله أحفظ المصحف كامل. المصحف كامل. أنا ركزت يا شيخ من بداية المكالمة، من فصحة الكلام هو بيتكلم، حسيت والله أنه حافظ. لا شوف، أنا زرت جامع الواقدي كلهم حفاظ يخرجوا. ما شاء الله تبارك الله. إذن الشيخ بيحدد عليك موضع معين يا بهاء الدين، وبالتوفيق يا بهاء. نعم. أحدد لك موضع أم أنت تقرأ من ما تريد؟ مش مشكلة، أحدد موضع إن شاء الله. لأنك لو حددنا موضع وقرأت بكل إتقان تكون أنت المرشح للفوز بالجائزة، إن لم يأتي من ينافسك إن شاء الله. طيب اقرأ من قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إلى قول الله عز وجل والله عليم، إلى قول الله عز وجل: لا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى نهاية الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيك يا شيخ بهاء الدين، جزاك الله خير. طيب، ولا تلمزوا أنفسكم، ما هو حكم المد؟ هذا منفصل، مد منفصل. كم في الشاطبية كم يمد؟ يمد 4 أو 5. المفصل، ركز معي. نعم. المنفصل كم يمد؟ المنفصل يمد 4 أو 5، حركتين أو 4 أو 5. أيوة، حركتين أو 4 أو 5. بارك الله فيك، ما شاء الله متقن جدا، وإن شاء الله إن لم يأتي من ينافسك هذا اليوم ستكون الجائزة لك بإذن الله إن شاء الله. يلا بارك الله فيك. إذن موفق يا شيخ بهاء أو بهاء، تلاوة مباركة ما شاء الله تبارك الله. ونستقبل اتصال آخر يا شيخ، ونقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا أهلا، رمضان كريم علينا وعليكم بالخير والعافية. الاسم تكرما. سارة أحمد محمد الكبسي. سارة أحمد محمد الكبسي. محمد الكبسي، أهلا يا سارة. كم تحفظين من القرآن يا سارة؟ ما تيسر منه. ما تيسر. من أين ستقرأين اليوم؟ سورة النصر. سورة النصر، اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، تلاوة طيبة إن شاء الله وتكوني أحد الفائزات بإذن الله. إذن تلاوة مباركة يا سارة، ونستقبل اتصال يا محمد، نقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، رمضان كريم. شهر مبارك. الجميع إن شاء الله، عرفنا عنك. مؤيد حفظ الله سعد أبو جميل. مؤيد حفظ الله. حفظ الله. أها. سعد صالح. سعد صالح. أيوه. أهلا يا مؤيد، كم تحفظ يا مؤيد؟ يعني تقول 3-4 جزء. يعني من الجزء 27 يا شيخ. من أين تحفظ بالضبط؟ أنا من عند البقرة حافظ، ومن حتى من 30 عام. اقرأ من سورة البقرة طيب. أو ستقرأ من مكان آخر مجهز أنت؟ أنا من البقرة عاجل لك البقرة. طيب اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا أخ مؤيد. ويقيمون، أعد علي، ويقيمون من أي من أي؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون، ويقيمون ماذا؟ ويقيمون الصلاة. واصل واصل. ويقيمون لنهاية الآية. ويقيمون الصلاة قف يا مؤيد. ويقيمون الصلاة وليس الصلاة. ركز على بالذات، أيوة بالذات الشكل مهم جدا في نطق القرآن الكريم. أما الصوت جميل والأداء رائع، وإن شاء الله تنتبه لبعض هذه اللمسات البسيطة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن بالتوفيق يا مؤيد. سامعنا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم في رحاب القرآن الكريم على إذاعة سمارة FM برعاية كريمة من شركة القرماني لصرافة والتحويلات. نستقبل اتصال يا محمد تيسير، ونقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. عرفونا عنكم. سمر حسن عداد. سمر حسن عداد. حسين حسن. حسين حسن. ايوه. صديقة البرنامج. اذا يا سمر، لو تسمعيني من التلفون توطي صوت الراديو شوية. اوكي. من اين ستقرأين اليوم يا سمر؟ ان شاء الله بقرأ سورة الاخلاص لاني تعبانة شوية اليوم. ما انها تعبانة بتقرأ سورة الاخلاص. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يا أخت سمر. ألو. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان وليس الشيطان، الرحمن في البسملة. أيضا في الإخلاص لا تضغطي على تسكني الدال بدون قلقلة. قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا تقلقل الدالات. إذن بالتوفيق يا سمر لك ولبقية. جزاك الله ألف خير يا رب. جزا الله الجميع ألف خير. بالتوفيق لك ولبقية المتصلين المشاركين معنا في الفقرة الأولى من برنامجكم رمضاني في رحاب القرآن الكريم. ونستقبل اتصال، ونقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا رمضان كريم. الجميع بالعافية، كيف أنتم؟ تمام الحمد لله. عرفونا عنكم.
نزهة علي محمد العنزي. نزهة علي محمد العنزي. أيوة. أهلا يا نزهة. نزهة كم تحفظي من القرآن؟ ما تيسرم. من أين ستقرأين اليوم؟ من سورة الكهف إن شاء الله. من سورة الكهف. إذن توكلي على الله واستعيذي من الشيطان وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حسبك يا المتصل. ايش اسمه؟ نزهة علي محمد العنزي. نزهة يا نزهة. أيوة. عبده القلقلة في الباء. أيوة. عوج العين مكسورة. أجرا حسنا التنوين عند الحاء لابد من الإظهار وليس أنت وضعتها كأنها إخفاء. أجرا حسنا. لا أجرا حسنا أجرا حسنا هكذا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالوا وليس قالوا اتخذ لأن لا يوجد مد هنا. أيوه. بارك الله فيك. بالتوفيق يا نزهة. ومستمرين معكم سامعين الكرام باستقبال اتصالاتكم حتى انتهاء الفقرة الأولى. من المتصلين بيكون على 10 في الفقرة الأولى شيخنا القدير إن شاء الله على حسب الوقت يعني. على حسب الوقت. وبعدها ننتقل للفقرة الثانية ونستقبل اتصال يا محمد ونقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. علينا وعليكم إن شاء الله. عرفونا عنكم. وحدة أمين أحمد أمين. وحدة أمين أحمد أمين. أحمد أمين. أمين. أيوه. أهلا يا وحدة. شاركتي معنا من قبل صح؟ أيوه. ما شاء الله تبارك الله. من ستقرين اليوم يا وحدة؟ أواخر سورة البقرة. أواخر سورة البقرة. كم تحفظي يا وحدة؟ ما تيسر. تفضلي قري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أم أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك. يا وحدة. إيه. طيب أنت فاهمة في التجويد إن شاء الله؟ إن شاء الله كويس. ربنا ولا تحمل علينا إسراء. المد ما حكمه هنا؟ مد بعده همز. المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في بداية الكلمة الثانية. مد
مشكلة. لا مد جائز منفصل، كم يمد؟ من خمس، من أربع إلى خمس. هذا المتصل. المنفصل حركتين أو أربع أو خمس. حركتين أو أربع أو خمس. بارك الله فيك، تلاوتك جيدة لا بأس بها ما شاء الله. واصلي واصلي الحفظ على هذا المنوال، وإن شاء الله تدخلي في هذا في هذا الشهر الكريم في من ضمن الحفاظ إن شاء الله. أحاول بإذن الله إن شاء الله. إذا بالتوفيق يا وحدة، ونستقبل اتصال آخر. نقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم وكل عام أنتم بخير. على الجميع إن شاء الله. عرفونا عنكم. أنا في السلام لكم. أمة السلام محمد حزام. اللقب حزام. حزام أيوة. أهلا يا أمة السلام، من كم تحفظ يا أمة؟ ما تيسر منه. ما تيسر. طيب من الناس ستقرأين علينا اليوم؟ بداية سورة البقرة إن شاء الله. بداية سورة البقرة، إذن توكلي على الله واستعيذي من الشيطان وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب أعيدي لي وبالآخرة، من بعند وبالآخرة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اقرأي كلمة يوقنون لوحدها. يوقنون هكذا الصح. ليه هو مدتي يوقنون غلط، لأن لا يقد إلا مد معك مد طبيعي فقط حركتين. بارك الله فيك، واصل على هذا الحفظ. الله يحفظكم. إذن بالتوفيق يا أمة السلام، وما زلنا مستمرين معكم سامعينا الكرام في برنامجكم في رحاب القرآن الكريم وبرعاية من شركة القرماني للصرافة والتحويلات. ونستقبل اتصال ما قبل الأخير، ونقول يا أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبير مصطفى أحمد الخمري. عبير مصطفى أحمد الخمري. أيوة. أهلا يا عبير، كم تحفظي يا عبير؟ الجزئين 23 و30 وأتلو من سورة القيامة إن شاء الله. إذن توكلي على الله واستعذي من الشيطان وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم عن التذكرة مقرضين كأنهم هم مستوفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. تعبير تلاوة طيبة جدا، ولكن في البداية قلت ستقرأين من أين؟ من سورة المدثر. أنت قلت القيامة صحيح؟ أيوة. ها بارك الله فيك. قرأتي من أواخر سورة المدثر، تلاوة طيبة جدا. بارك الله فيك. إذن بالتوفيق يا عبير. شيخ نكتفي في الفقرة الأولى أو نواصل؟ نواصل متصلين ثلاثة، لأن الأسئلة نخلي لها جائزة واحدة فقط، نترك المجال لأول متصل. ها؟ للذي يجيب من أول مرة. خلاص تمام، أنا قابل. يعني نواصل ذا الحين إلى 45 ومن بعدها أول متصل الفقرة الثانية هو يفوز بالجائزة.
أنا أقعد لله. طيب نختم 50 ونخلي الجائزة إن شاء الله لأول المتصل الذي يجيب مباشرة نعطيها. إذا حتى بنشوف قرعة. حتى بنشوف يا شيخ إنه أغلب المتصلين في الفقرة الثانية يقول لك إنشي نقري. أيه. إذا نترك المجال للقراءة. إذا نستقبل اتصال آخر ونقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، عرفونا عنكم. غيدة محمد علي عبد الله حمام. غيدة محمد علي عبد الله حمام صديقة البرنامج صحيح؟ طبعا. أهلا، من ستقرأين اليوم يا غيدة؟ سورة المعارك. هل قد حالفش الحظ معنا أو ماشي يا غيدة؟ لا لا. إذن يا غيدة تقدري تقرأي من غير المعارك لأن المرة الأولى قرأتي هناك صحيح؟ من أي سورة أجل؟ طيب مثلا اقرأي من سورة نوح، السورة التي بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بارك الله فيك، ما شاء الله اليوم يا غيدة متقنة أكثر من الاتصالات السابقة. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك. بالتوفيق يا غيدة، ونستقبل الاتصال ونقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وطي صوت الراديو، ابتعدي منها تماما. معكم خديجة عبد المجيد أحمد الفقيه. خديجة؟ خديجة؟ لا عبد المجيد. وطي صوت الـ MP3. خديجة؟ أها. عبد المجيد. عبد المجيد؟ أحمد الفقيه. أحمد؟ الفقيه. الفقيه. طيب لو طفي صوت الـ MP3 تماما يا خديجة. طافي. طيب الصوت بيتكرر. بكلمة ثانية. إذا شوفي كيف يا خديجة وعودي الاتصال معنا لأنه في تكرر في الصوت أعتقد وبيسمعون الذي في المستمعين جميعا. تستقبل اتصال آخر يا محمد ونقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم على الجميع، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله، عرفونا عنكم. لطفية السويدي. السويدي لا الاسم كامل. لطفية محمد السويدي. لطفية محمد السويدي، يا لطفية كم تحفظي من القرآن الكريم؟ أحب أقرأ كاملا، سأقرأ لكم من سورة النور. من سورة؟ النور. النور. إذا توكلي على الله واستعيذي من الشيطان وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون. الزانية والزاني يزيدون كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بارك الله فيك يا أخت لطيفة. لطفي يا صحيح؟ لطفي. أيوة. لطفي. بارك الله فيك تلاوة مباركة. أختك اتصلت أمس صحيح؟ أيوة.
أيوة. ما شاء الله أختها اللي اتصلت أمس وفازت معنا. بارك الله فيك. طبعاً في النوايا شيخ واحد يرتبك هذا. وأود أن أشكركم على البرنامج الرائع الذي تستفيد من فيها الكثير. بارك الله فيك إن شاء الله. أسرة قرآنية كاملة. بارك الله فيكم جميعا. أيوة. إذن بالتوفيق يا لطيفة، ومستمرين معكم في استقبال المكالمات للفقرة الأولى، وبتكون هذا آخر مكالمة في الفقرة الأولى شيخ. هل باقي الوقت عشان يتسنى لنا في القرآن ونستقبل اتصال في الفقرة الثانية ونختم؟ يلا طيب. إذن نستقبل آخر اتصال في الفقرة الأولى ونقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، رمضان كريم على الجميع. أليس أفنان عبدالله النهمي؟ أفنان عبدالله النهمي، اهلا يا افنان. افنان من اين ستقرأ؟ شاركتي معنا من قبل صح؟ ايوه. ايه من اين ستقرأين اليوم؟ شكرا. سورة العصر ان شاء الله. سورة العصر. اذا استعيذي من الشيطان الراديو افتح. ايوه صوت الراديو بعديها وطفيها تماما. ايوه تمام. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه التلاوات. تدربي أكثر وأكثر من تلاوة القرآن حتى تتقنيه إن شاء الله. إذن بالتوفيق يا أفنان. أيضا لي إجلال وبهاء الدين وسارة ومؤيد وسمر ونزهة ووحدة وأمد السلام وعبير ومصطفى أو عبير مصطفى ولطيفة وأفنان عبدالله النهمي. هؤلاء هم الأسماء الموجودة معنا في الفقرة الأولى. نبدأ في القرآن قبل استقبال الفقرة الثانية يا دكتور أو يا شيخ دكتور الجامعة. طيب طيب نستقبل مكالمة أخيرة للفقرة الثانية فقط يا محمد تيسير إلا أن تتم القرعة من الشيخ. باقي 13 أكثر. الفائز معنا طبعا اليوم، طيب الفائز معنا في هذا اليوم هو الحافظ المصحف كاملا، والذي خيرنا أن نختار له سؤال من أي مكان. هذا طبعا قلنا له يكون له الأولوية في بهاء الدين. بهاء الدين مهدي محمد قائد الأحمدي هو الفائز بالجائزة الأولى. إذن مبروك يا بهاء الدين، هو من فاز بالجائزة الأولى يا محمد تيسير. اختر لي واحدة من هؤلاء. أولى الفترة المتقنين، فقرة المتقنين. إذن إلى فقرة المتقنين بنختار اسم واحد منهم. تفضل يا شيخ. مؤيد حفظ الله سعد صالح. إذا مؤيد حفظ الله سعد صالح، مبروك يا مؤيد. هذا فقرة الذي قرأوا معنا وشاركوا. طيب نختار منهم اليوم. لا نحرمهم، نختار منهم اليوم اثنين يا شيخ عشان ما عاد فيش وقت أعتقد. ومبكرة عشان ندخل الفقرة الثانية. طيب اختار من الأولين المتقنين عشان ما نحرمش أحد. هذه حبة. طيب الفائزة عبير مصطفى أحمد الخمري. عبير الخمري مبروك يا عبير. وهذا من الفئة الأخرى اثنين. الأخت سمر. سمر من؟ الأخت سمر. سمر حسين حسن عداعد. اليوم حلف الحظ معنا ما شاء الله. إذن مبروك للفائزين معنا لليوم الأربعاء. في سؤال الفيسبوك يا شيخ؟ أيوة باي بينزل إن شاء الله في الصفحة اليوم. إذن كما عودنا متابعينا في الفيسبوك أن يكون لهم صولة وجولة، والسؤال لم يأتي لنا إلى الآن ولكن سيتم إنزاله في صفحة الإذاعة، صفحة إذاعة سمار اف ام على الفيسبوك. بالتوفيق للجميع الذي ما حلفهمش الحظ إن شاء الله في حلقات القادمة. ما زلنا مستمرين معكم بجوائز عديدة مقدمة من شركة القرماني للصرافة والتحويلات. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة سامعينا الكرام، واستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن بالقلب بالأعضاء. أشواق تأتينا للقاء الأحباب.